البلاد ليك طبعا من الحاجات المهمه جدا، والحقيقه فكرته بسيطه جدا في الامبلمنتيشن. هو فكرته ان انا بحط هنا لايت سورس وبحط هنا فوتو سيل. لما بيحصل ان يبقى في عندي هنا هيموجلوبين، يعني الحاجه اللي في النص هنا عاده المفروض لو دايليزيت بس تبقى شفافه. لما يبقى في هنا ريد بلاد سيلز جايه لي بقى من البلاد اللي هو حصل له ليكج داخل الدايليزيت، بيبتدي يعمل انترابشن لللايت اللي ماشي من هنا لهنا، يبقى اللايت اللي يوصل هنا للفوتو سيل يبقى اقل من الحجم بتاعه او اقل من الكميه بتاعته اللي هنا. بديتكت انا اول لما بحس ان ده قل عن الحد اللي هو المعتاد بتاعه بدي الارم على طول. طبعا هي الفكره ان لو عندي رابشر في الممبرين، المفروض ان الممبرين يمنع الريد بلاد سيلز ان هي تعدي. لو حصل رابشر بيحصل من خلاله ان بعض الريد بلاد سيلز تعدي تبقى موجوده في الدياليزيت سيركت، ودي حاجه خطيره جدا. طبعا شكله براكتيكالي بيبقى حاجه بالمنظر ده، بيبقى باخد التيوب، باخد هي الاوتبوت من الدايلايزر، وبعديه في حاجه بالشكل ده كده، بيبقى فيه واحد من الجانبين بتوعها بيبقى فيه اللايت سورس، والجانب الاخر بيبقى فيه فوتو سيل بحيث ان هو يعمل لي ديتكشن للكلام ده. في بعض الاحيان او في بعض التكنولوجيز الجديده بعض السنسورز بتبقى سنسيتيف للريد كلر بالذات، وده طبعا ممكن يبقى فكره وجيهه طبعا عشان نميز مثلا اذا كان في، يعني طبعا بيبقى مور سنسيتيف بحيث ان هو يبقى بس الحاجه اللي هي لونها احمر هي دي اللي تاثر عليه، بس الحاجه اللي هي المعتاده اللي هي جاست لايت سورس وفوتو سيل والانتربشن بتاع اللايت اللي بينهم ده برضه ستيل شغال بطريقه فيري افكتيف.